اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفنا في الجزء الاخير في هذه الحلقه، دكتور احمد ثابت. انا مش عايز اغير اللبس اللي هو لابسه، يفضل كده على طول اربعات يعني. فانا عايزك احلى عاديه، احلى عاديه. يعني انا عايزك، احنا هنلعب مين الماتش الجاي؟ بيراميدز صح. ان شاء الله بقى في ماتش بيراميدز تيجي بالطقم بتاع بيراميدز ابيض وبعدين نرجع تاني، نرجع للطقم ده وكده يعني، نشوف بقى يعني. مبروك الاول لجماهير النادي الاهلي طبعا، احلى عاديه يعني رباعيه. مكسب برضو بيديك طبعا، المنافس ما تقدرش يعني تحكم عليه او طبعا، ولكن المكسب بيجيب مكسب. لا والبداية اساسا في حاجات النهارده في الملعب، ايجابيات في الملعب طبعاً كانت واضحه وتطورت بشكل واضح للجمهور على الرغم من ضعف المنافس يعني اللي كلنا معترفين بيه. طبعا يعني النهارده في مكاسب كتير جدا لو بدانا نسردها. يمكن اول حاجه وجهه نظر حسين الشحات بصراحه مظبوط، من ساعه معسكر اسبانيا وضع مختلف، الضغوط ابتعدت من عليه تماما، بدا يظهر قدراته اللي النادي الاهلي فعلا اشتراها عشانه. لا لعيب مهاري قوي يعني، كمان واضح ان هو يعني لو شفنا ارقامه هنلاقي ان هو النهارده يمكن صنع هدف. قول لنا على الارقام. يمكن هو لعب 75 دقيقه صنع هدف، ثاني اكتر لاعب صنع فرص في المباراه فرصتين، اكتر لاعب في المباراه عمل مراوغات ناجحه يعني فات في واحد على واحد. سبع مراوغات ناجحه لحسين الشحات، رقم كبير جدا ومن زمان ما شفناهوش في ارقام لاعبي النادي الاهلي. أيوة. طبعا نتيجه لضعف المنافس ونتيجه في نفس الوقت مهاره حسين الشحات. اكتر لاعب كمان قطع الكوره في الرباعي الامامي اللي هو رمضان صبحي، صالح جمعه، حسين الشحات، ازارو. يعني اكتر لاعب كان عنده روح فيهم نوعا ما، اكتر لاعب كان بيمارس الدور الدفاعي. أيوة. سبع مرات، نسبه دقه تمريراته القصيره 90%، عمل خمس تمريرات طوليه، وده برده بياكد ان حسين الشحات دايما بيضم للعمق، دايما بيعمل زياده عدديه مع الارتكاز اللي هم عمرو السوليه وحمدي فتحي، بيتحول دايما كارتكاز ثالث اكتر وبيخش للعمق وبيعمل تمرير طولي. عنده الرؤيه، عمل عرضيتين كمان كان مؤثر قوي بعرضياته، كان كلهم صح، اثنين منهم 100% يعني نسبه الدقه. أيوه. عمل محاوله على المرمى، حصل على خطا ووقع في على خطأين ووقع في التسلل مرتين. فحسين الشحات بصراحه بيواصل الاداء. يمكن كمان النهارده مش عايزك تقول مين نجم المباراه، اخر حاجه هنقولها مين نجم اللقاء من الارقام يعني. من الارقام هو كمان لعب في ثلاث مراكز، جناح يمين في بدايه المباراه وفي بدايه الشوط الثاني جناح شمال، وبعد كده تحول لصانع العاب مع خروج صالح جمعه. اذا حسين الشحات بصراحه قدم مباراه كبيره جدا جدا. وبما اننا اتكلمنا على معسكر اسبانيا وحسين الشحات، فاحمد الشيخ برضو واحد من المكاسب الاساسيه من في المكاسب معسكر اسبانيا. هي معسكر اسبانيا هو اللي رجع احمد الشيخ، كان هداف الفرقه في المعسكر، والنهارده احمد الشيخ. لان دايما بقول ان الجناح الهداف عمله نادره في الدوري المصري. مظبوط. يعني احمد الشيخ النهارده حتى الجون بسهوله في التصليحه بتاعته هي اللي فرقت. اتفرجت على جون صلاح في ويست برومتش اللي هي اللي حطها في خمسه واقفين سبعه واقفين حواليه وبمنتهى سهلها على نفسه. نفس الفكره برضه احمد الشيخ عدى في واحد على واحد، وكمان عنده الثقه وعنده الجراه يعني، كمان بيكمل جوه ال 18 وبيزيد وعنده الجراه والمهاره والموهبه وراح شايط. كمان الحاجه الجميله قوي الروح الموجوده يعني، الاحتفال ادي احمد الشيخ واللعيبه اللي بتحتفل بيه على فكره. حسام عاشور لما يبقى الفرقه الوادي الجون الرابع حسام، ما هو ده حسام عاشور ده ككابتن. لما الفرقه تبقى مليانه نجوم كمان بعد الصفقات الجديده دي، صعب ان انت مش سهل ان انت تسيطر على النجوم دي كلها. مظبوط. ولكن الروح والموجوده في الفرقه والجماعيه دي حاجه بصراحه عمله نادره ما تلاقيهاش غير في النادي الاهلي. صعب ان انت تلاقي الروح وديت غير موجوده غير في النادي الاهلي. برضه من ضمن المكاسب عمرو السوليه. عمرو السوليه النهارده قدم مباراه كبيره، يمكن المباراه اللي فاتت قلنا ان هو كان مستوى قليل، النهارده عمرو السوليه واحد من نجوم المباراه. ايوه. بيتسبب في ركله جزاء، بيصنع هدف، بيكمل جوه ال 18 يعني متسبب في ضربه الجزاء دي بسبب تكملته. أيوه. جوه ال 18 صانع فرصه وصانع هدف، ثاني اكتر لاعب عامل تمريرات في المباراه 65 تمريره، ثالث اكتر لاعب عامل لونج باص، عنده الرؤيه، عامل تسع تمريرات طوليه بنسبه نجاح او بنسبه دقه 66.6%. كمان عمرو السوليه هو ثاني اكتر لاعب قطعا للكرات في المباراه 16 مره. عمرو السوليه قدم مباراه عاليه جدا النهارده قدام اطلع بره، سواء على الدور الدفاعي وكسب الكرات الثانيه مع حمدي فتحي، ان هو ثاني اكتر لاعب قطعا للكرات، والحاجه الثانيه ان هو كمان بيكمل جوه ال 18 بيتسبب لك في ركله الجزاء، بيصنع هدف، بيصنع فرصه، بيكمل. فعمرو السوليه بصراحه يستحق التحيه على المباراه دي. بعد كده يعني انا شايفه الجندي المجهول في الفتره الاخيره رامي ربيعه. رامي ربيعه مكسب ثم مكسب ثم مكسب. لا يعني كابتن بلال اتكلم عنه، كابتن شريف اتكلم عنه، كابتن فتحي اتكلم عنه. يعني ربيعه بصراحه مدافع النادي الاهلي كان محتاجه من زمان ان هو يرجع، وكمان ثقه اداره النادي الاهلي ان هي كان جات له اصابات كتير. مظبوط. ثقه في قدراته، كان ممكن اي اداره ثانيه كانت مشيته، لكن هو ثقه في قدراته وفي امكانيات لعيب دولي. بصراحه هو افضل مدافع في مصر لو كمل على المستوى ده ان شاء الله، بس يكمل في المستوى ده. عندي من كام يوم وائل جمعه هنا في سهره مع اختار رامي ربيعه خلفته
شفت حضرتك قال ان هو خالفته. وفعلا رامي ربيعه واحد من الناس اللي هي كمان النهارده عجبني في روحه ان هو بيكمل المدافع اللي هو القائد من ورا الليدر اللي هو بيكمل. يعني اقول لحضرتك على رقم غريب جدا لرامي ربيعه النهارده، يمكن هو تاني اكتر لاعب عامل محاولات على المرمى بعد وليد ازارو. تخيل حضرتك لما يبقى مدافع عامل ثلاث محاولات على المرمى، ده منهم بنسبة. واحده اللي هو حطها بدماغه لو سابها لوليد كانت جون، او يعني كانت هتبقى خطر. وفي واحده اللي هي كم اثنين بقى اللي هو كمل فيهم في ال 18، الروح والعزيمه اللي موجوده عند رامي ربيعه تحس ان هو جعان كوره عطشان. خلي بالك برضو المنافسه دي والمنافسه طبعا، لان انت عندك رامي ربيعه، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمود متولي، سعد سمير. سعد سمير طبعا. خمس لاعبين بيلعب في اثنين فقط، واحد بيكون احتياطي. انا شايف رامي ربيعه بصراحه، يعني رامي ربيعه لو فضل على المستوى هو النهارده اكتر لاعب قطع للكرات 21 مره 21 مره، ده الرقم النموذجي اللي يستحق فيه رامي ربيعه التحيه عليه. كمان عامل خمس تمريرات طوليه، نسبه دقه تمريراته الطوليه 60%، فاز بالتحامات اربعه، عامل مراوغتين. لما مدافع بيبقى عامل مراوغتين وبيروح على الجون، وكمان ساعات بتبقى المباراه مقفله قوي فبتحتاج ان المدافع يزيد ويكمل يخش جوه مع الارتكاز في حته بناء الهجمه دي، لان رامي ربيعه اصلا بيلعب ساعات ايه خط وسط، يعني لعيب ارتكاز، فعنده الميزه دي. عنده كمان القائد والروح وشخصيه النادي الاهلي موجوده في رامي ربيعه. صراحه قدم مباراه يعني ممتازه لرامي ربيعه. كمان معانا علي معلول، يمكن علي معلول بيواصل توهجه في الفتره الاخيره. يمكن هو ليه يعني علي معلول من ضمن المكاسب في المباراه؟ علي معلول يمكن ما حسيناش ان هو مش نفس اداؤه، ولكن تبص على الحاجات اللي عملها، لعيب مؤثر، احرز هدف من ضربه جزاء، صنع هدف، وكمان اكتر لاعب عامل عرضيات. يمكن هو عامل العرضيات بتاعته 12 عرضيه منهم خمسه صح، فرقم كبير جدا. علي معلول بيعمل 12 عرضيه 47% 42% بالظبط، نسبه دقه 42%. يمكن هو كمان صنع فرصتين، ليه محاولتين على المرمى. علي معلول اكتر ولاعيب من عمل تمريرات طوليه في المباراه كلها، يعني كمان اكتر من صالح جمعه، عامل 14 تمرير طولي بنسبه نجاح 57%. اذا علي معلول ممكن يكون اداؤه النهارده ما حسيناش ان هو زي المباراه اللي فاتت، ولكن فعال مؤثر، ودي شخصيه لاعب كبير. ممكن ما يكونش يقدم 90 دقيقه جامده قوي، ولكن يديك البصمه المؤثره، يصنع هدف، يحرز هدف، يعمل عرضيات كتير. ارقام حمدي فتحي ايه؟ حمدي فتحي طبعا النهارده قطع الكوره 14 مره، هو مميز قوي بالتاكلينج. اكتر رقم مميز النهارده ليه ان هو عامل 3 تاكلينج صحيح، ايوه، ليه محاولتين على المرمى، قطع الكوره 14 مره. يمكن ده رقم كبير، بس طبعا رامي ربيعه اكتر وعمرو السوليه اكتر. يعني رامي ربيعه 21 مره، عمرو السوليه 16، حمدي فتحي 14، ثالث اكتر لاعب قطع للكرات. حمدي فتحي الرقم المميز ليه ان هو اكتر لاعب في المباراه عمل تمريرات، عمل 71 تمريره، اكتر لاعب كان بينزل ويبني ويستلم الكوره ويظهر لزملائه. ثنائيه حمدي فتحي وعمرو السوليه بتواصل زي ما قلنا، عمرو السوليه، حمدي فتحي برده عمل مباراه كويسه جدا. محمد هاني بقى ودوره الدفاعي والهجوم. محمد هاني يمكن انا حاطه النهارده في السلبيات في حاجه معينه، يعني السلبيتين بس، يعني النهارده انا شايفهم في كذا سلبيه كده برده ممكن نتكلم فيها، في ايجابيات طبعا. يعني استاذنك بس اكمل الايجابيات ثواني بعدين نتكلم في السلبيات. فالايجابيات الايجابيات بس، انت عندك برضو وليد ازارو النهارده بيسجل هدفين، واحنا قلنا قبل المباراه ان هم بيلعبوا على التسلل، الدفاع المتقدم. النهارده كان في تسللات كتير جدا، وليد ازارو قلنا ان هو يقدر يستغل الفرصه دي وفعلا سجل هدفين، يبدا ان هو ينافس على هدافي دوري ابطال افريقيا بالهدفين دول، هيفرقوا معاه، هيديله برضو ثقه. كمان الباكورد اللي عمله والحاجات هيديله ثقه لوليد ازارو. صحيح بيضيع بعض الكرات السهله، ولكن هو النهارده ارقامه بتقول ان هو راح على الجون ست مرات، اكتر لاعب راح على الجون ست محاولات منهم اثنين صح اللي هو جابه هدفين. ارقام وليد ازارو قدامنا على الشاشه، وقع في التسلل مره واحده بالنسبه للفريق بيلعب على مصيده التسلل، دي حاجه كويسه. فوليد ازارو برده واحد من المكاسب يعني للمباراه. صالح جمعه اكتر لاعب في المباراه صنع فرص، صنع اربع فرص، يمكن هو الحاله البدنيه بتاعته او بنص فورمته البدنيه، وعنده رؤيه رهيبه جدا للملعب، وصنع فيها اربع فرص. ده ياكد لك ان صالح جمعه لمسته للكوره مميزه. بس انا نفسي صالح جمعه يكمل 90 دقيقه، يعني صالح جمعه طوال الموسم ما لعبش غير ماتشين بس 90 دقيقه كاملين، فدي حاجه يسال عليها صالح جمعه على المستوى البدني. بالظبط كده، المدير الفني هو اقرب الناس ان هو بيلعب مين وما بيلعبش مين. صالح جمعه يعني محتاج بقى يزود بدنيا، نفسي اشوفك يا صالح 90 دقيقه تكمل 90 دقيقه ان شاء الله. تمام، دي يمكن برده من الايجابيات البدلاء، زي ما قلنا احمد الشيخ جرالدو لعيب مزعج لاي فرقه، بينزل بيفوت لواحد لواحد، وكمان فعال في مباريات دوري ابطال افريقيا، لعيب يعني بصراحه رخم كده بلغه الكوره، لعيب مهم قوي جرالدو ده، لعيب يعني قوي جدا.
برضو شفنا اجاي نزل لاعب جناح ولاعب صانع العاب. اذا التبديلات النهارده اثنين في القايم وواحده في القايم وواحده في العارضه. فاجاي برضو التغييرات النهارده لاسارتي كانت تغييراته كويسه جدا، سواء اجاي سواء جيرالدو سواء الشيخ، الثلاثه كانوا مؤثرين. السلبيات بالنسبه لمحمد هاني ايه؟ السلبيات النهارده اول حاجه محمد هاني. محمد هاني قدم مباراه كويسه ولكن العرضيات، انت عامل النهارده 9 عرضيات منهم 2 بس صح، رقم قليل. يعني انت العرضيتين اللي عملتهم صح جونين، اللي هم الازارو الباكورد وبتاعه اجايف القايم صح. فانت لو كنت عملت عرضيات اكتر، يعني لازم محمد هاني يركز في الفتره الجايه على العرضيات، دقه العرضيات تمام. بتوصل لاخر الخط كويس جدا ولكن العرضيات بتاعتك مش صحيحه او مش سليمه، دي محتاجه تدريب لمحمد هاني للتطوير في الفتره الجايه. الحاجه الثانيه رمضان صبحي. رمضان صبحي برضو من ضمن السلبيات الموجوده في المباراه النهارده. كنت متوقع ان رمضان في مباراه زي دي يكون فعال اكتر، يسجل هدف يصنع هدف. يمكن رمضان النهارده عمل 5 مراوغات ناجحه ولكن بدون فعاليه على المرمى. صراحه انا عجبني لاسارتي لان طريقه ونوعيه رمضان صبحي لا تتناسب مع المباريات دي. راح مطلعه بدري. خلي بالك انا عكسك، انا كنت اتمنى ان هو رمضان ما يبداش مباراه زي دي، ممكن ياخد له 10 دقايق ربع ساعه، ولكن هو بادئ لترتيبات تانية في دماغه، لثبات التشكيل وال يعني. لكن فعشان كده انا بقول لك انا بصراحه بحيي النقطه دي لاسارتي لما لا اما طلع رمضان، لان رمضان بيحتفظ بالكره كتير ويخاف عليه. هو تغييراته النهارده 10 يخاف عليه الصراحة. لانه ممكن جدا جدا حد يخش، يعني يخش فيه دايما السودان بطوة. معروفين بكده يعني مش عيب ولا حاجه، لكن هي دي طريقه لعبهم دايما طبعا. وكمان يعني لاسارتي النهارده في التغييرات كويسه جدا، يعني رمضان صبحي بصراحه النهارده كان نوعا ما فردي، ما سجلش ما صنعش، كان اقل واحد في الاربعه اللي قدام نوعا ما، وراح مخرجه ومنزل احمد الشيخ. فرمضان بس محتاج الفتره الجايه برضو تدريب في التسديد على المرمى. مظبوط. مهم ان رمضان يكون من الهدافين، جناح الاهلي ده لازم يكون بيجيب 10 اهداف و5 اسيست في الموسم، محمد صلاح زي محمد صلاح بالظبط. دي الحاجه اللي محتاج رمضان يطورها، لعيب كبير وشخصيه محتاج كبير. يطور الاهداف بس الاهداف. برضو من ضمن السلبيات كثره اهدار الفرص. النهارده النادي الاهلي عمل 22 محاوله على المرمى. مش عارف ليه انا مش مع طبعا انا معاك ان في كثره اهدار فرص وكذا وكذا وكذا، ولكن في نفس الوقت ما انت جبت 4 اجوان طبعا حاجه طبعا كويس. لما يبقوا 6 7 8 احسن كتير، ولكن انت بتجيب بس دي فرقه تتغلب 6 7 يعني. احنا النهارده كنا انا معاك في كل ده، ولكن احنا في بعض المباريات زي مثلا افكرك مباراه بيراميدز اللي كانت في الشوط الدور الثاني غلبنا 1-0 بهجمه لكينو، وطول المباراه مضيعين 6 7 اجوان، نفس تقريبا نفس العدد. لا النهارده جبنا 4 اهداف، وبرده في سوء توفيق، يعني في 3 كور في القايم والعارضه، دول كانوا جم كانوا خلوا النتيجه 7 يعني. برضه من ضمن السلبيات الوقوع في التسلل، النهارده وقعنا في التسلل 9 مرات كتير جدا قدام فرقه احنا. بس في منهم 4 غلط. او 3. او 3 غلط. فدي برضه من الحاجات، يمكن دي ابرز السلبيات في المباراه النهارده، والايجابيات طبعا احنا ذكرناها. ابرز السلبيات برضه النهارده التيشيرت بتاع احمد. سر الفوز. سر الفوز النهارده، اما نشوف الماتش الجاي هيحصل، هتجيب لنا ايه الماتش الجاي. انا بشكرك جدا يا ابو حميد على وجودك معانا، وان شاء الله الماتش اللي جاي بطوله اخرى ننتقل ليها ويبقى ارقام اخرى واكثر تركيزا لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله. باذن الله. شكرا، وكل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه والساده المشاهدين بخير باذن الله. شكرا جزيلا للدكتور احمد ثابت، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. وبكده انتهت مباراه الذهاب في الدور التمهيدي الثاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويفوز النادي الأهلي على نادي اطلع بره من جنوب السودان برباعية مقابل لا شيء، وننتظر كجمهور النادي الأهلي المباراة الثانية، وتصبح مهمة النادي الأهلي أسهل بكتير في مباراته الثانية. ولكن ما بين هذه المباراة والمباراة الأخرى مباراة إن شاء الله يوم 17/8 أعتقد يوم السبت القادم، هتبقى مباراة مهمة جدا لجمهور النادي الأهلي. إن شاء الله يستطيع النادي الأهلي أن يتخطى هذا الدور ويصعد إلى دور الثمانية في بطولة كأس مصر إن شاء الله، دائما بمساندة الجمهور، وإن شاء الله يبقى في جمهور كمان كتير في هذه المباراة. ده اللي نتمناه، أنا معرفش ما عنديش معلومة بأي حاجة، ولكن ده اللي نتمناه كلنا كأهلوية، لأن جمهور النادي الأهلي له دور كبير جدا جدا جدا. لما بيكون موجود الموضوع بيختلف تمام. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وانتظرونا إن شاء الله خلال الأيام القادمة، وملعب الأهلي إن شاء الله يبقى يوم الجمعة موجودين مع حضراتكم في ليلة المباراة، وإن شاء الله برضو المباراة هتبقى يوم السبت. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله نلتقي قريبا في ملعب الأهلي. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.